السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا غدا تكون من محل الأواني، كاين في سوق البرنوسي الدار البيضاء. هذا المحل عنده تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المعينات بحال الكوكوت والمقالي ديال الجرانيت، الصحون والقرعات ديال التوابل، وحتى الأجهزة الكهربائية والمراية ديال الحمام. عنده ميزات غزالين بزاف وبأثمنة جد مناسبة. واخا نبداو اول حاجه بهاد لي كوكوط هادو، يلاه خرجوا ديال الكرانيت. هادو كيبداو من 2.5 حتى 8 لتر، كبارين. فيهم الكرانيت، فيهم اللوان البيج والكرانيت. الثمن ديال هاد الصغيره شحال؟ هاديك تبدا من 500 درهم، 550، 600، 650، 700، 750، 800. 800 هي الكبيره. شحال فيها من لتر؟ فيها 8 لتر. عاد كاين الكوبي ناقص عاوتاني 100 درهم. ممكن تحلها؟ نشوفوا الطريقه باش كتحل. ها سهله صافي، وديك الطريقه نيت باش كتسد. أيوة. كيف ما كتحل كيف ما كتسد. راه غرقا البنات كيف ما كتشاهدوا معايا، جا مع الكسكس ديالها. راه فيهم ثلاثه اللوينات كيف ما كتشاهدوا. كاين حتى هادو اللي كتكون الغطا ديالهم فوالا من الاينوكس، ماشي اوتوماتيك، عاديه. كدور فيلتاج. فيها 4 ترو، فيها 5، فيها 8. فيها الاحجام. ها هما هذا اللون هذا. فيها الكرونو، فيها اللون الاخر البيج. عاد هذه بحال بحال هذه. ولكن هذه عاديه، هذه اوتوماتيك. هذه اوتوماتيك الفوقانيه، وهذه عاديه. فيها هذه الصغيره وفيها الكبيره. تيفاه براش كامله غير ما نقولش عندي دابا، قضيت 3 بس. شحال هاد 3؟ 3 دايره 550، هذه دايره 700. 700. صافي كاينه العاديه. هادو اينوكس ولكن داخل كرانيت. تحلو منا باش نشوفو كيفاش كيجيو من الداخل. كاين فيها حتى هي الكسكاس ديالها. الكسكاس ديالها فايد الصفاره. هادي شحال فيها من لتر؟ فيها 4. 4 لتر. شحال الثمن ديالها؟ دايره 480. 480 درهم. جات اينوكس من برا وكرانيت من الداخل، مزيج بيناتهم بجوج. شوفوا معايا هاد لاباري اللي خاصها غير بالبغرير بالضو. بالضو. هذا هو الوجه ديالها. هو هذا كدير البغرير ما كتفسخ ما كدير. عندها واحد التبصيل ديالها اللي كتصور الغير كيجي معاها. كتقلبوا فيها. كتقلبوا فيها. شحال كيجي الثمن هادي؟ هذه كتعمل 170 درهم. 170. فغير هاد الصغار ما كاينش اللي كبار. عبر واحد كيجي. هذا التبصيل ديالها كيكون معاه هذا. وهنا كيف ما كتشاهدوا عنده هاد لسات ديال القريعات ديال التوابل، مزيج ما بين القريعات الصغار و لي مويان. شحال كيديروا هادو الدغانيت؟ هادي دايرين 160 درهم. 160 داخل فيهم حتى زوج قريعات ديال الزاج. كاين هادو الاينوكس وكاين كاين حمرين. 140. 140 درهم. كاين هادو اللي كيدورو. هذا فيه شحال من قريعه؟ 6. كاين زوج تلوان، كاين هاد كرونا وكاين هاد كغي. هما راه عنده شكيلات متنوعين. وهذه كديرو 24 السكر وعاد هادو كيتمشاو مع دوك ديال التوابل ولاد العطريه اللي بغى ياخذ اونسومبل كامل. وفي غير هاد اللون هذا كيكون هذا كيكون الكرونا كيكون الكحل. صافي كل باش. اربعه اللوان. كاين حتى هاد اللون هذا حتى هو زوين. هذا راه بحال هذا تقريبا. وهنا اللور كاين هاد القريعات ديال التوابل اللي جاو من البومبو سيبور بالغلاقات ديالهم ديال العيون. كاين هذاك الصغير ممر في احجام. هذه فيها 12، هذو كلهم 13. كاين هذو جاو مربعين. شوف كيفاش كيجي الشكل ديالهم. هذو مربعين وهذو مدورين. شحال البخي ديالهم؟ 150 200. هذو تاع 150 اللي فيها 13 200. 200 درهم. كاين هنا هاد المقيلات. هادو المقيلات ديال دوفاس كيقولوا ليها. والله كرانيت وكتقسم كتولي تقدر تكون مقله. كتحل تقدر تكون مقله وحده. الا بغيتو تستعملوا غير جهه وحده. وتقيل ماشي خفيف. شحال فيها هادي في القطر ديالها؟ فاش ما عرفتش. 36. كاين فيها حتى هاد الكري. شحال الثمن ديالها؟ 350 درهم. 350 درهم ديال تركيا. وكاين فيهم هادو لي طوال. نفس الثمن؟ لا هادي 240 درهم. هادي 280 درهم. هادو طايحين على هادو، ولكن خفافين شويه. هادو شقاد.
طيب فيهم الحوت الدجاج تقدر ما دير الزيت ما دهني بالزيت ما كتلصقش ما كتلصق ما تحرمش لا شباك في 3 لتر وكاين 2 لتر كاين الصقر كاين كلهم اينوكس وكاين الزاج وكاين بلاستيك هادو فين هما البلاستيك هما هادو هو هذا هذه كدير 140 درهم كدير 130 درهم الشاش هادو 160 درهم اينوكس كاينه 170 كاينه كوكيك 150 كاينه الاخرى اللي من ليبيا شحال فيها من موس ديال 200 الموس ولكن الموس دوريجين وديال الكوكيك فيها 4 الموس ولكن الموس ماشي دوريجين كتصدوا ليها كدير 150 درهم المهم هادو مشكلات اللي عنده كاين الصغار كاين الكبار عاد كاينه كبيره كدير 200 كدير 250 250 شنو الماركة ديالها هادي؟ هما كيكتبوا الالمان تركيا ولكن كلشي شينوا وهنا عنده هاد المقالي حتى هما ديال الكرانيت كاينه هاد الصغيره وكاينه حتى الكبيره الصغيره هما ثلاثه ديال الاحجام وتا جاج وثقيله ثقيله حتى هي ثقيله ما تلصق ما تحرك شحال الكخي ديالهم؟ 250 280 320 كاين حتى هما كاين في الكرونه كاين هما في اللوينات بالطبع وثقيله يعني حتى البنات كايته ديالها مزيانه حتى اليديده ديالها تبارك الله ثقيله كاين الطواجن ديالهم كاين حتى هما من الصغير للكبير واللوينات هما ضروري يكونوا ضروري كيكون الكري والباج واخا تفتحوا لينا ها هو كيجي غارق هذا الكبير وكاين حتى ما صغر منه وكاين الموايا الخي ديالو شحال هذا الكبير هذا 300 300 درهم صافي وبلي خلاص حداه لي سامبل كيجيو ديال اينوكس ما كتشادو منقوش كاين عنده هاد العلاقات هادو ديال الالومنيوم جا فيه جوج طبقات هادو كيجيو في الكوزينه القريعه ديال الباط اولا التوابل وهي كيجيو حتى في الحمام الحمام والكوزينه بليزون ما كيصديوش لانهم قلت لي الالومنيوم كيصديش كاين دوطاج كاين ترواطاج على حسب الذوق ديال كل واحد كاين اللي كيبغي غير الصغيره كاين اللي كيبغي الكبيره وكاين هاد مثلا هادي طويله وكاينه صغيره شويه ما عريضاش بزاف هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي هادشي هما الترواطاج راهي ديال تخوازيطاج هي الكبيره كاين دوطاج عاوتاني صغير هادشي كاين عاوتاني هادي قدها ولكن رقيقه عليها ما غلطاتش بحال هاد الحديده هادي ما جاتش عريضه وهذه هي الصغيره وما كتجيش عريضه بزاف هادو كيجيو كبار بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا بحال هكذا القرعات ديال العطريه وديال لي فات المهم اي حاجه بغيتو ديروا فيه كتقسموا كل ايطاج فيها حاجه وحتى في الحمام علاش لا كيجيو بحال هكذا القرعات ديال لي شامبوان وحتى الفواط حتى هما كيجيو زوينين الشكل ديالهم هذا الشكل هذا اللي اكيد كلكم كتعرفوا حتى هما كيجيو فيهم القرعات ديال التوابل اولا ديال القرعات باش ما تصداش ماشي مسبوغه مغلفة باش ما كتصداش الدخلاني ديالها حديد اي حديد ولكن مغلف هادي عريضة عاد كاينة 13 شحال التخي ديال هاد الصغيرة؟ هادي 25 هي كدير 30 الكبيرة كدير 50 50 درهم هادو سيت هادا اللي فيه 4 ديال الطويجنات كاين هادو كاين هادو هادو صغار هادو كبار شوية هادو كيديرو 80 درهم هادو كيديرو 70 درهم بالتباسيط ديالو هكدا كيجي مقسم لربعة ديروا فيهم الزيتون اولا الزبده المهم اي حاجه كتبغوا تحطوها في الفطور اولا في الكوتي وحتى المكسرات علاش لا صافي وانا خلاص عنده الطبيصلات هادو الكبار اكيد كلكم كتعرفوهم كاين هادو اللي جاو فيهم وريضه في الشناب شحال كيعملوا هذا كيدير 35 درهم وهذا 25 هذا بحال بحال هذا هذا 45 درهم 45 درهم كاين هاد الشكيل هذا ديال الطبيصلات هذا الصغير كيدير 20 درهم وكبر منه كيدير 25 درهم هو التخشيب بغا ياخذوا مجموعين الصغار بالكبار ديالهم حتى ما جاو فيهم هاد الوريدات زوينين كاين هاد الشكيل هذا هادو من الزاج في من الصغير حتى الكبير هذا الصغير وهذا المويه والكبار وكاين حتى اللي كبر بزاف الكبير كاع بزاف 4 ديال لي فورم شحال كيدير الثمن ديالهم من الصغير حتى الكبير؟ 25 35 40 45 50 ما كاينش شي صغير كاين حتى هادو اللي كتشاهدوا معايا جاو في اللوينات 10 درهم 10 درهم جا فيه اللوان كاين الموف الكغي والبوردو فيه الذهبي والحمار البياض الكري كاين عنده حتى هاد المقيلات هادو في من الصغيرة حتى الكبيرة حتى هي بزاف تاع العبارات فيها الحمر فيها الكري فيها الباج ثلاثة ممكن يكونوا كتبان 120 درهم 140 درهم هما طالعين ما حد الحجم ديالها كيكبر ما حد حتى ما كيزاد بالطبع وفيها اللوينات كيف ما كتشاهدوا هادو ما كيلصقوش لا كرانيت دوريجين ثقيلة عنده فهاد الجهة المراية ديال الحمام كيف ما كتشاهدوا جاوب السيبور ديالهم شحال الثمن ديال هادي اللي جات في النوار
ثاني على السين كدير لي كدير في التميده. وهذه اللي حداها كل ثمن واحد كامل فيها البيض فيها الكحل فيها الزرق فيه اللوينات فيها الترونسبار وكلهم جاوب لي شيبور ديالهم. فين كديروا القراعه ديال الشامبوان ديال الصابون؟ كاين الصور 250 جاو لتحت الصور 250 درهم حتى هما فيهم اربعه اللوينات. كاين هاد البيضة كاين هاد الكري والزرقاء واللونوار وكاين هاد البيضة كاين السامبل كاينة كبيرة متر على 80. هادي كبيرة بزاف كبيرة فيها متر على 80. شحال كيعمل الثمن ديالها؟ هي دايرة 550 درهم. صغرنا دايرة 500 فيها 80 على 80. المهم راه عندو شكيلات زوينين كيف ما كتشاهدو معايا. كاينين الصغار وكاينين حتى اللي كبار وكلهم جاوب لي سيبور ديالهم في الجناب فين تنظموا المستلزمات ديال الحمام وبالبوله حتى هي.